مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تدوينة على الهواء، سيكون شريك هذه الحلقة لهذه الليلة الدكتور عادل الحمد الأمين المساعد لرابطة علماء المسلمين، وسنتعرف على حديث هذه الليلة عبر هذا التقرير. تابعوا. خلق الله عز وجل الناس وفطرهم على أمور يتفقون عليها، وهذا من رحمة الله، ففي فطرة كل الناس رحمة الصغير واحترام الكبير، وفي فطرة كل الناس أن الكذب مذموم وأن الصدق ممدوح، وهكذا كل الأعمال الجميلة والأخلاق العالية نجد لها صدم في الفطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاءت أحكام الإسلام وتشريعاته موافقة للفطرة، لأن هذا الدين من الله عز وجل وهو خالق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الغرب لم يرضى بهذه الفكرة، فأراد مناقضتها ومخالفتها في واقعه، فحطم حياة الناس، ثم أراد فرضها على العالم، فأصدر المعاهدات والمواثيق الأممية التي تخالف الفطرة، فقوانين تبيح للشواذ عملهم، ومعاهدات تسلط الطفل على والديه، واتفاقيات لا تفرق بين الذكر والأنثى، ومواثيق تحطم الأسرة، وحياة بهيمية مخالفة للفطرة لا ترضاها حتى الحيوانات لنفسها. ولكن المؤسف أن تقبل حكومات المسلمين بهذه الانتكاسة للفطرة فتنقلها إلى بلاد المسلمين وتسخر كل إمكاناتها لدعمها، ويعينها على ذلك شواذ الناس في المجتمعات ممن انتكست فطرتهم من الصحفيين والمحامين وغيرهم، لكن الله لهم بالمرصاد. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ونرحب سويا بالدكتور عادل الحمد. مرحبا بدكتور. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم جميعا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. دكتور، كان عنوان التدوين يقول لا تخالف الفطرة، تفضل في تدوين دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا تخالف الفطرة. الفطرة خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وفطرهم على الإسلام، وهي فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها جميعا، كل الناس فطروا على أمر واحد هو الإسلام، وهذه الفطرة قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فالأصل أن الإنسان يولد على الإسلام، تتدخل التربية من الآباء، من المجتمع، من الناس، فيحرفون هذه الفطرة عن مجالها، عن الإسلام، إما إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو المجوسية أو إلى أي أفكار أخرى مخالفة ومصادمة للفطرة. وكون هذه الفطرة يعني خلق الناس عليها، فهذا يعني أن هي الحق، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو الذي فطره، فيعرف الناس الحق في قرارة أنفسهم. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن الكريم قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعرف الإنسان الحق في قرارة نفسه لأنه فطر على الحق، حتى لما ينحرف يعرف أنه انحرف. وهذه تبرز لنا أهمية الفطرة في حياة الناس، أهميتها على الفرد أنه يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، لو تأمل قليلا فيه سيعرف حتى لو كابر وحاول أن يغالط نفسه أو يغالط الآخرين. وأهميتها على المجموع، لأننا لا نحتاج أن نقنع الناس أن يتفقوا على ما يوافق الفطرة لأنهم ولدوا على ذلك، وإنما إذا انحرفوا نحتاج أن نرجعهم إلى الفطرة، أو يصعب علينا أن نجمعهم على الباطل لأنهم سيناقضون فطرهم. وهذا يجعل يعني في صالح المسلمين دعوة الناس إلى الإسلام، لأنك عندما تدعو إلى الإسلام تدعو إلى ما يوافق فطرة الناس. فمثلا
الإنسان يولد على الفطرة ويعلم أن السماوات والأراضين لها خالق وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما ذكر عن كفار العرب: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فطرتهم تعلم أن الله هو الخالق، وإن أشركوا بعد ذلك في عبادته لكن الفطرة تحجهم كأنهم يعلمون. والبنت الجارية راعية الغنم التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، هذا تقوله فطرة أيضا، لأن الإنسان في قرارة نفسه عند الحاجة إلى الله عز وجل عندما يدعو الله عز وجل يرفع يديه إلى السماء، بل ويرفع بصره إلى السماء وقلبه إلى السماء، لأنه يعلم أن هناك خالق في السماء يستجيب له وهو الذي يستطيع أن يفرج عنه. فوجود الفطرة وبقاء الناس على الفطرة أمر عظيم، ويعين المسلمين على دعوة الناس للإسلام. لنثبت هذه المعلومة أيضا، نتفق بداية أن الفطرة تنشأ منذ ولادة الطفل وثم تكبر معه، لكن دكتور عندما يكبر الطفل ويصبح شابا تلاحظ بأن الفطرة تتغير أحيانا نسبيا، لماذا برأيك دكتور؟ تغير الفطرة عند الشباب ناشئ من طريقة التربية. إذا كانت التربية في البيت في المجتمع التربية على الإسلام فهي تربية موافقة للفطرة. أما إذا بدأ المجتمع أو بدأت الأسرة وبدأ الأبوين ينحرفان عن الفطرة وينحرفان عن الإسلام، جزما سيخرج أبنائهم منحرفين عن الفطرة أيضا. لأن التربية هي التي تسير عقلية الطفل إما إلى ما يوافق الفطرة وهو الإسلام أو ما يخالفها. فاليهودي أول ما يولد يولد على الإسلام على الفطرة، يأتي دور والديه في تعليمه اليهودية فتنحرف فطرته. كذلك الشباب اليوم في أجيال المسلمين لو لم يتدخل الإعلام وتتدخل الحكومات وتتدخل التعليم في الانحراف بفطرهم عن الحق لكان من السهل جدا بقائهم على الدين وتمسكهم بالإسلام. لكن الإعلام يدعو إلى خلاف الفطرة، مناهج التربية والتعليم تدعو إلى خلاف الفطرة، الحكومات أيضا في قوانينها وأنظمتها تدعو إلى خلاف الفطرة، فيخرج لنا جيل من الشباب منحرف الفطرة. لأن يعني الجميع يحارب الفطرة بهذا الشكل، فلا نتوقع من الشباب بعد ذلك أن يصمدوا أمام هذه الهجمات، ومن صمد فذلك من توفيق الله عز وجل، ومن أيضا عامل آخر قد يكون من تربية والديه أو من حوله الذين يغرسون فيه الفطرة ويثبتونها من الصغر. هذا سبب انحراف الشباب في هذه الوقت. طيب دكتور، لإعادة هذه الفطرة إلى الشباب من جديد كيف ذلك يتم؟ بإعادة ربطهم بالدين. نعم. الشباب في فترة بعد فترة البلوغ ما يسمى اليوم بالمراهقة، وهي تسمية خاطئة بالمناسبة، هي فترة الفتوة. هذه الفترة فترة بدء كتابة القلم، فترة التكليف، سن التكليف، هي الفترة التي اختارها الله عز وجل ليكون الإنسان قادر على حمل الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال. فهذه الفترة التي يكلف فيها الإنسان بأمانة التكليف مهيئ فطرة ليتحمل هذه المسؤولية وهو مقبل على الله عز وجل. فإذا انحرفنا به عن الدين خرج، ولو أننا أعطيناه الإسلام وتعاليم الإسلام وربيناه على الإسلام فهذه الفترة مهيئة لكي يقبل الدين أكثر من الفترة التي قبلها، لأن الله سبحانه وتعالى فطره على أن يحمل الأمانة في هذا الوقت، وأعطى علامة البلوغ التي تدل على القدرة على التكليف على المحاسبة فيكتب عليه القلم، يعني يستطيع أن يميز في هذا السن بين الحق والباطل، بين الأمور النافعة والضارة، بين الأمور الجميلة والقبيحة، عنده القدرة على ذلك. كل الذي نحتاجه من الناس، من المربي، من الأبوين، من المجتمع، أن يعزز هذه القيم كما جاءت في تعاليم الإسلام، لا يخالفها
إذا بدأنا نخالف قيم الإسلام ونخالف تعاليم الإسلام لن نستطيع إرجاع الشباب إلى ما كانت عليه فطرهم عند الولادة. طيب دكتور، إذا كان تقول في تدوينة أن الغر نشأت هذه، أن الغر يعلم أبنائه على مخالفة هذه الفطرة منذ أن نشأوا، طيب في بلاد المسلمين دكتور، هل هي علاقة موضوع النشأة منذ نشأة الطفل في من صغره، هل هناك يعني تربية غير صحيحة لهذا الطفل ونشأته كي يخالف الفطرة؟ نعم الآن في بلاد المسلمين، ما الفرق بين بلاد المسلمين ودول الغرب؟ إذا كانت كل حكومات تقريبا، كل حكومات الدول العربية بل العالم الإسلامي هي تسير في ركاب الغرب، تأخذ النظم الغربية، العهود الغربية، المواثيق الغربية، هي جزء من الأمم المتحدة، جزء من النظام العالمي. هذا النظام العالمي متحكم في مفاصل الدول، في القضايا الرئيسة في الدول، في التعليم، فيما ندرس ونترك، في الإعلام، هذا كله مؤثر على مجتمعاتنا. جزما هذا سيؤثر على تغير فطر الناس وانتكاستها، ويعني يصبح ما كان حلالا حراما ويصبح الحرام حلال، لأننا نسير على نفس النمط الغربي. ويمكن نضرب لذلك أمثلة. فالغرب على سبيل المثال يتكلم عن الحرية، ويعني بالحرية يفعل الإنسان ما بدا له، كل شيء لا يمنع من حد من شيء، كله عنده حلال، يفعل ما يعني ما يريد. هذا لما ينقل إلى بلاد المسلمين، المسلم الذي ولد على الإسلام يجد في نفسه اضطراب، يجد في نفسه اضطراب لما تؤكد يعني حكومات المسلمين ودول المسلمين، جماعات المسلمين تؤكد على أن لك الحرية تفعل ما تشاء، فهي في الحقيقة تؤكد على مبدأ صرف الناس عن الفطرة. مثلا كل الناس تتفق على أن الزنا قبيح، لا حتى الزاني يتفق على أن الزنا قبيح وإن كان يفعله، لكنها الفطرة الموجودة في نفسه تقول له قبيح. في الغرب انتكست هذه الفطرة تماما، يراد لنا أن تنتكس في مجتمعاتنا كذلك. في قوم لوط وهم أول مجتمع انتكس عن الفطرة انتكاسة كلية كمجتمع، وأصبح يعني يخالف الفطرة في إتيان الذكران من العالمين بدلا من النساء. هذا انتكس فعاقبهم الله عز وجل عقوبة كبيرة جدا وأفنتهم. لما تأتي اليوم قوانين تؤكد للشواذ أن لهم حقوق وتقبلها دولنا وتؤكد عليها وتقول أن هؤلاء يمارسون طقوسهم أو لهم أماكن ممارسة الطقوس، فهذا أمر لا تقبله الفطرة، ودولنا تريد فرضه على واقع حياة الناس، وهذا من الباطل. فالفطر كلها ترفض هذا النوع، بل البهائم لا تقبل. سمحت لي هنا دكتور، مدى من نجل نوضح هذه الفكرة، موضوع الشواذ. تلاحظ ببعض دول العالم هم يحثون الشعب على ممارسة هذا الشيء، وأنها حرية وأنها دولة متقدمة، والدولة التي لا تقوم بهذه الأشياء هي دولة رجعية ومتخلفة. نعم، بالذات الشواذ، قضية الشذوذ عالميا اليوم مدعوم من يعني جهات تريد المجتمعات أن تنحرف. عالميا اليوم الشذوذ له قوة، حتى أصبح يتدخل في كل شؤون الناس، في التعليم، في الصحة، في الرياضة، في الحكم، في الوظائف، يلزمون المجتمعات بالشذوذ، والشذوذ في حد ذاته مخالف لفطر الناس. العقلاء لا يقبلونه، فلماذا تقبل دولنا ويفرض على مجتمعاتنا؟ لماذا لا نقبل الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، أن الرجل يتزوج الرجل، الرجل يتزوج المرأة، فتزوج الرجل من الرجل شاذ، هذا الشذوذ. المرأة مع المرأة شذوذ. الفطرة أن المرأة هي التي تحمل وهي التي تلد، عندما نريد مخالفة هذه الفطرة فإننا نتجه إلى شيء آخر، نريد من الرجل يحمل، وهذا خلاف الفطرة. المرأة فطرة
فطرت على أنها تعيش في كنف الرجل وتشعر بالأمان إذا كانت تحت رجل، وأيا كان هذا الرجل أبا أخا زوجا قريبا من الأقارب تشعر بالأمان معه. عندما نصدر القوانين في بلداننا بإلغاء ولاية الرجل على المرأة فنحن نخالف الفطرة في الحقيقة. نعم. ونحن نبعد الناس عن دين الله عز وجل. عندما يقال للبنت يعني أو المرأة زوجة كان أيا كانت، نعم، يقال لها تستطيعين أن تتحرك في العالم كما تشائين، هذا يخالف فطرتها ولو كانت لها رغبة. أيضا هنا في موضوع هذا موضوع حساس جدا إذا سمحت لي، هناك من يرى بأن الشذوذ هو اضطرابات نابع من اضطراب عقلي وليس هو سلوك عادي، إنما هو اضطرابات عقلية تجعل الإنسان يتجه إلى هذا العمل الشنيع. هذا كلام غير صحيح، لأن إن كان عقله سليم فالعقل موافق للفطرة موافق للإسلام، وإن كان عقله انحرف فهذا الانحراف نابع من تأثيرات خارجية أو داخلية، إما مرض شهوات أو شبهات في نفسه أبعدته عن الإيمان، أو كفر جعله مناقض للدين، أو مجتمعات زينت له الباطل. لكنه ليس مرض، وانحراف في الحقيقة يعني يحتاج أن يعاقب عليه، وليس مرض يعالج مرض عضوي حتى يقال أن هذا يعني اضطرابات في العقل. لا، أصلا حتى العقل ليس يعني جسم محسوس، وإنما هو إدراك، ليس جسم محسوس، ليس كالدماغ. نعم. حتى نقول والله هناك علاج لهذه الأجزاء المحسوسة، فهذا في الحقيقة تسويغ يعني الباطل ومحاولة تجميل الشر عند الناس، وهذا الحقيقة لا يقبله. نعم. عاقل. طيب ولا تقبله. طيب دكتور، إلا أن يدخل الموضوع الآخر وهو موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الفطرة، برأيك هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟ كل العقلاء يدركون أن الرجل فطر على أمر والمرأة فطرت على شيء آخر. وانظر إلى الأطفال من الصغر، تنظر أن لو أخذنا طفلين يعني في سن 3 سنوات وأخذناهم إلى أي محل ألعاب، سنجد أن ميول الطفل الذكر إلى نوع من الألعاب، ميول البنت إلى نوع آخر من الألعاب. ميول الطفل يبين لنا فطرة الرجل في الألعاب التي يختارها، ميول البنت يبين لنا فطرة الأنثى في الألعاب التي تختارها. هذه الفطرة على طبيعتها يعرفها كل الناس. لما يأتي إنسان أو تأتي الدول أو تأتي الاتفاقيات تقول ألغوا هذه الفطرة، نعم، وساووا بين الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى، فهم يخالفون فطرة، لأن لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة يمكن المساواة. لو كان الرجل يساوي المرأة أو المرأة تساوي الرجل لما كان هناك ذكر وأنثى، لأن كلمة ذكر وأنثى تعني أن هناك خلاف. دكتور ندخل بين الطرفين بين الأسباب توضح لنا الأسباب في ذلك، لأنه لا مساواة بين المرأة والرجل، ما هي الأسباب في ذلك؟ الخلقة، خلق الله عز وجل الخلقة خلق تكاملي، فطرة الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، حتى يستمر النسل في هذه الدنيا فالرجل يتزوج المرأة والمرأة تحمل وتلد، والمرأة لها يعني عاطفة لكي تربي أبنائها، عاطفة عظيمة جدا لا يصل إليها الرجل، وهذه العاطفة يعني توزع على الأبناء وتوزع على الرجل أيضا، يعني الرجل يحتاج إلى هذه العاطفة، والرجل أوتي من العقل والحكمة وقوة التدبير ما يحتاجه الطفل وتحتاجه المرأة. فلو أردنا أن نسوي بينهم فنلغي ما فطروا عليه، كأننا نقول لا نريد المرأة تحمل ويحمل الرجل، أو لا نريد المرأة تكون عاطفية تربي، وكل هذا لا يستقيم في الفطرة. نعم. إذن يحجهم في ذلك أن كل نساء العالمين، دكتور رجل توضيح آخر، ما هي نوع العلاقة، نعم، بين الرجل والأنثى؟ علاقة تكاملية مبنية على العدل، وليست علاقة تضاد ولا حرب ولا مناكفة، هذه علاقة تكاملية بينهما. الله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة ليحدث بينهم التكامل فطرة،
وهذا الفطرة موجودة في كل ذكر وأنثى، حتى النبات، يعني حتى النبات في ذكر وأنثى، وهذا كله من أجل أن بقاء النوع الإنساني وبقاء نوع الحيوان وبقاء نوع النبات. وجد الذكر والأنثى، هذه فطرة موجودة عند كل الناس. لماذا نأتي نصادم فطرنا وعقولنا ونقول لا، لابد من مساواة بينهم؟ حتى الذين قالوا بالمساواة اصطدموا بواقع أن الناس ما قبلت هذه الفكرة، فجاءوا إلى شيء آخر لفرضها، جاءوا إلى ما يسمى بالكوتة النسائية. هذا تجدها في مجالس الإدارة في الشركات في البرلمانات. لماذا يفرضونها؟ لأنهم وجدوا أن ما يدعون إليه من المساواة بين الرجل والمرأة مخالف للفطرة، ما يطالبون به المرأة من العمل في مجالات مخالفة للفطرة ما تقبلها الناس. طيب، فأرادوا فرضها على الناس بالقوة، لأن الوقت بدأ يدركنا. إذن هنا الاختلاف تنوع وليس نقصا، كي لا نفهم في هذا الموضوع. اختلاف تنوع وليس اختلاف نقص. لا، ليس نقص في المرأة، هي خلقت خلق كاملة، وليس نقص في الرجل، فهو خلق خلق كامل. تنوع. نعم. العلاقة بينهم يكمل بعضهما بعضا. نعم. لا الرجل يستطيع أن يعيش بدون المرأة، ولا المرأة تستطيع أن تعيش بدون الرجل. نعم. ومن المهم جدا أن نعلم أن العلاقة بين الذكر والأنثى ليست علاقة زواج فقط، بل هناك أيضا علاقات أخرى. يعني الرجل ارتباطه بالمرأة ليس ارتباط زوجة فقط، ارتباطه بالأم مثلا، ارتباطه بالبنت، ارتباطه بالعمة، ارتباطه بالخالة، هذه شبكة علاقات. طيب، كلها تكاملية. لندخل إلى موضوع آخر، موضوع التربية الأبناء في الغرب. تلاحظ هناك دكتور حالة أنت تكلمت عنها، هذه الحالة تسلط الأبناء على الآباء. هذا من أيضا من انتكاسة الفطرة، قانون الطفل على سبيل المثال. نعم. والذي يعني مع الأسف الشديد شربته دولنا العربية على وجه الخصوص، أنهم قانون الطفل أولا يرفع مستوى الطفل، فتجد الطفل عندهم إلى السن 18 من عمره يعد طفل، وهذا خلاف الفطرة، لأن مجرد ما يكبر يريد أن يستشعر أنه رجل وهم يريدونه طفل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يريدون أن يتسلط هذا الطفل على والديه، لا يسمع لهما ولا يطيع، بل ويجعلون هواتف خاصة وأرقام خاصة في هذه الدول، إذا يعني عنف الأب الطفل يرفع السماعة ويشتكي على والده، وتأتي الشرطة وتدين الأب أو تدين الأم، وهذا خلاف الفطرة، لأن من حق الأب أن يربي ابنه، وهم يريدون إلغاء كل هذه الأمور. فقانون الطفل أيضا مخالف للفطرة، لا يتناسب مع الفطرة، بل لا يوجد في تربية احترام الوالدين والبر بالوالدين، لا يوجد، وهذا مخالف للفطرة. لا يستطيع الأب أن يتبرأ من أبنائه فطرة، يشعر أن هذا ابنه ولو كبر. الأم كذلك على ما يفعلها الابن بها من عقوق لا تستطيع أن تنزع من هذا من قلبها. نعم. الأمومة، لكن في الغرب وجدنا ذلك مخالف للفطرة. إذا بلغ الثامنة عشر، أنا أسف على المقاطعة، بدقيقة والدي، لو توضح لنا كيفية التعامل مع من يخالف هذه الفطرة بدقيقة دكتور، ونلخص هنا هذه الحلقة. ندعوهم إلى الإسلام، لو نشرنا أخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام وحاججناهم بالفطرة. نعم. وتعاليم الإسلام موافقة للفطرة، نأمل أن يرجعوا إلى صوابهم وإلى رشدهم، لأن عقولهم كان عنده عقل يتوافق عقله وفطرته وإسلامه، هذه الثلاثة متوافقة، فندعوهم بهذه الثلاثة الأمور، عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم جميعا إن شاء الله. الدكتور عادل الحمد الأمين المساعد لرابطة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المعلومات وهذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى دكتور معكم في تدوينات أخرى في مواضيع أخرى إن شاء الله. حياكم مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لليلة من برنامج تدوين على الهواء، إلى لقاء آخر في أمان الله.